يعني أنا بتصور إنه أهمية هذا الخطاب والشيء اللي بيميزه عن غيره من الخطابات السابقة اللي ألقاها سماحة أمين عام حزب الله إنه حاول أن يكرس أمرين بشكل متلازم إلى جانب بعضهما البعض يعني إذا بدنا نحط عنوان لهيدا الخطاب بنقدر نقول عنه إنه خطاب الردع والرفض خطاب الردع والرفض خطاب الردع من خلال اعاده تاسيس قواعد اشتباك قائمه على مبدا الردع والتماثليه بالفعل مقابل اي عدوان اسرائيلي من الممكن ان تقوم به اسرائيل ومن الناحيه الزمنيه اهميه هذا الخطاب انه عم يتزامن مع مؤشرات من الممكن ان تكون ايجابيه باتجاه انها العدوان الإسرائيلي على غزة يعني هذا الخطاب بهذا الوقت على خلفية الردع يأتي في لحظة مفصلية من الممكن أن يتناهى إلى ذهن البعض أنه ثمة إمكانية أن تقوم إسرائيل بعدوان على لبنان هلأ مبدأ الرفض أنا برأيي في ثلاث لاءات أكدهم سماحة الأمين العام وثبتهم كأرقام ثابتة بالمعادلة لأن المعادلة القائمة مع العدو الإسرائيلي فيها شيء متغير وشيء ثابت م. الثوابت الثلاثة تقوم على مبدأ اللا اللا الأولى أنه لا وقف للجبهة اللبنانية قبل إنهاء إسرائيل أو وقف إسرائيل لعدوانها على غزة اللا الثانية أنه حزب الله ليس معنياً بأي عملية تفاوضية مع الجانب الإسرائيلي سواء من خلال وسطاء أو من خلال رسائل غير مباشرة فيما خص الحدود الجنوبية اللبنانية مع فلسطين المحتلة قبل أن يكون هنالك انتهاء للعدوان الإسرائيلي على غزة واللاء الثالثة أنه لا انسحاب لأي عنصر من عناصر حزب الله ولو لمسافة متر واحد عن الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتله هات ثلاث امور برايي اذا بناخذهم بعين الاعتبار الى جانب اهميه استثنائيه لخطاب سماحه امين الامين العام على غرار الخطابات الاخرى انه شو بيعمل اسرائيل دائما تحاول ان تقدم المشهد بطريقه مجزاه يعني اسرائيل لا تخبي نقاط ضعفها بتحاول انه عندما يصار إلى تسليط الضوء على الوضع بغزة بتحاول تحجب الأضواء عن الوضع بجنوب لبنان أو بالعراق أو باليمن سماحة الأمين العام بخطاباته هو الأقدر على تظهير المشهد من خلال رؤية شمولية تندرج بإطارة كل المكونات تعيد المحور محور المقاومة وبالتالي محاوله ربط نقاط ضعف اسرائيل مع بعضها البعض حتى يتمظهر المشهد الاسرائيلي بحاله الضعف الواقعي الذي تعيشه